تيب تاب تيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. هنبدأ فيديو النهاردة، والنهاردة هنكمل حالات اللونج فاولز بالنسبة للحروف المتحركة، بالنسبة للفايف فاولز اللي احنا خدناهم قبل كده. هفكركم تاني، فيديوهاتنا عبارة عن تأسيس من البداية في كل ما يخص اللغة بالنسبة للجرامر والفونيكس والكلمات. خدنا حالات الشورت فاولز بالنسبة للحروف المتحركة بطريقة الجولي فونيكس، وطبقنا عليها في الكتاب. النهارده هنبدا اول فيديو في حالات اللونج فاولز بالنسبه لليتر A. زي ما قلنا الحروف عباره عن حروف متحركه وحروف ساكنه، خمس حروف متحركه اللي هي الفايف فاولز، الA والE والI والO واليو، وباقي الحروف حروف ساكنه consonant. وقلنا هي حروف شقيه او حروف متحركه زي ما بنقول، لان هي اساسيه ودايما بتغير من نطق الكلمه. وكمان لازم نميز ونأكد على الفايف فاولز ونرسمها له في أشكال مختلفة، سواء شكل وشي كده، والA والE تبقى العينين، والI النوز، واليو البق، والO هي دائرة الوش، أو على شكل تورتاية ونطلع منها شموع، وكل شمعة عليها لتر من الفاول الA والE الI الO اليو. وخدنا قبل كده نطق وساوند كل لتر بالشورت فاول، الA A والE A والI E والO O واليو A. النهاردة هنبدأ بقى حالات اللونج فاول وازاي ينطق كل حرف في حالة اللونج فاول. هنبدأ بليتر لونج فاول لليتر A، هما ثلاث حالات، حالة الماجيك E والA بإضافة الI والA بإضافة الY. أول حاجة هناخدها هي الماجيك E. الماجيك E أو الE السحرية هي بتيجي في نهاية الكلمة، مثلا لتر A هنا وبعديه حرف consonant وفي آخر الكلمة magic E. في الحالة دي الـ E بتغير نطق الـ A. هناخد مع بعض أمثلة وهنفهم دلوقتي. هنا بالنسبة لتر A في حالة الشورت vowel اللي احنا خدناه قبل كده، sound الـ A A زي ما احنا خدنا قبل كده، لكن لو ضفنا لتر E في نهاية الكلمة مش هتبقى A، هتبقى الـ A نطقها A زي ما هي بصوتها باسمها الأصلي. لما بنضيف E في آخر الكلمة وليتر A موجود مش هننطقه A، هينطق A زي ما هو باسمه الأصلي، هينطق باسمه. هنقرأ كده أول كلمة T A T وال P P يبقى TAB زي ما احنا شرحناها قبل كده. طيب هنا هنبدأ نقرأ ال T T ال A، هنا هتنطق A زي ما هي لان في نهايه الكلمه الماجيك اي او الاي السحريه اللي غيرت نطقها. هنا الاي هتنطق اي زي ما هي، والبي ب يبقى ت اي ب تيب تيب، والاي هنا سايلنت مش هتنطق، هي موجوده عشان تغير نطق الاي. لو خدنا كلمه كاب ك ا كاب زي ما احنا متعودين نراها. طب لو ضفنا لكلمة كاب ماجيك اي في النهاية هتبقى نطقها ازاي؟ السي ك والاي هتنطق اي زي ما هي، والبي ب يبقى كيب، هتبقى ك اي كي ب كيب كيب. يبقى عشان ضفنا الاي او الماجيك اي غيرت من نطق الاي، بقت الاي هتنطق باسمها اي. هنكمل مع بعض المثال اللي بعده. لو حبينا نقرأ الكلمة دي الام ن الاي ا الان ن ن ا ما ن مان مان. طيب هنا لما ضفنا الماجيك اي في نهاية الكلمة هنقرأها ازاي؟ ام اي ن مين مين. هنا الاي هنا الاي نطقناها اي زي ما هي باسمها عشان في اخر الكلمه موجود الماجيك اي. يبقى من ضمن حالات اللونج فاول لليتر اي هي الماجيك اي او الاي السحريه، لان هي بتغير من نطق الفاول اللي قبله. اقراهم تاني تاب تاب تيب كاب كيب مان مين. كمل قراءه بقيه الكلمات ج اي جي والام ام يبقى جي ام جيم جيم. طبعا الاي سايلنت زي ما قلت مش هتنطق. هنا الكلمه اللي بعدها السي ك والاي هتنطق اي زي ما هي،
لان في النهايه في ماجيك اي، الاي السحريه، فعشان كده الاي هننطقها اي، يبقى ك اي كي كي، والكيك كيك كي. يبقى هنا الاي ما اتنطقتش ا، اتنطقت اي عشان في ماجيك اي في النهايه. هنا ن اي ني م نيم، وهنا الاي برضو نطقناها اي زي ما هي عشان في النهايه الماجيك اي او الاي السحريه. هنا ل اي ليك ليك، جيم لعبه، كيك الكيك الكيكه، نيم اسم، ليك بحيره. ودي كده اول حاله من حالات اللونج ساوند ليتر اي، وهنكمل مع بعض بقيه الحالات. بالنسبه لحالات نطق الاي بحاله اللونج ساوند، بتخلي الاي تنطق اي زي ما هي لما الاي بيجي وراها اي او الاي بيجي وراها واي. لو الاي جه وراها اي او جه وراها واي بتنطق اي زي ما هي باسمها. الاي جه وراها واي فهتنطق اي، يبقى س اي سي سي، وسي هنا يعني يقول. الكلمة اللي بعدها جه وراها واي، فالاي هنا هتنطق اي زي ما هي باسمها عشان جه وراها واي، فالكلمة هنطقها ازاي؟ د اي دي دي، ودي يعني يوم. The last one، هنا الاي جه وراها واي فهتنطق اي زي ما هي، يبقى ب يبقى ب اي بي بي، يدفع. دي الحالة التانية، ودي الحالة الأخيرة الأخيرة التالتة. الاي لما بيجي وراها اي بتنطق اي زي ما هي. هناخد طبعا اكزامبل عشان نوضح. هنا اي 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 اي، الام م، والاي والاي طبعا زي ما قلنا الاي لما بيجي وراها اي بتنطق اي باسمها، فهننطقها ازاي؟ م اي مي مي، والال ل، يبقى ميل ميل. الكلمة اللي بعدها كلمة رين رين، الار ر اي والاي هتنطق اي باسمها لان الاي جي وراها اي، وطبعا الاي مش تنطق، هي الاي بس اللي بننطقها اي، هتبقى ري، والان ن رين رين. مطر، الاي برضو جي وراها اي فهتنطق اي، يبقى س اي سي سي، والال ل هيبقى سيل سيل، يبحر. رين مطرة، سيل يبحر. لو خدنا كمان كلمة نيل، نيل مسمار، الاي والاي الاي جه وراها اي فهتنطق اي باسمها، هيبقى ن اي ني ني، ال والال ل هتبقى ني ل نيل. دول كده ثلاث حالات للونج فاول لتر اي. زي ما قلنا في الاول اي وحرف كونسونانت وماجيك اي، اي واي اي واي، دول كده ثلاث حالات نطق الاي باسمها اي زي ما هي، حالات اللونج فاول. طبعا من المهم جدا نعمل للطفل مقارنه ما بين الشورت فاول واللونج فاول عشان يفرق ما بين النطق ويبدا يقرا زي ما انا عامله بالظبط كده، تاب تيب كاب كيب مان مين، وتقريه كذا مره عشان يعرف الفرق ما بينهم. زي ما هنا كده عامل مقارنه ما بين حالات الشورت ساوند واللونج ساوند ليتر اي، تاب حنفيه، تيب تيب البلاستر، كاب كيب، كان كين، مان مين. ممكن هنا برضو تكتبي الكلمتين بالشورت ساوند واللونج ساوند،
وتحطي رسومات مختلفة، ويبدأ يقرأ كل كلمة، والكلمة الصح يعمل عليها سيركل، يعمل سيركل على الرسمة الصح والكلمة بتاعتها. وممكن هنا برضو تعملي له زي أكمل للكلمة، ويبدأ يكمل بقية الكلمة وبقية الحروف الناقصة. لو قرينا كمان الكلمات دي ج اي جيت جيت بوابة، و اي وي ف ويف موجة، و سك سك اي سكيت سكيد الحذاء ده بتاع التزحلق اسمه سكيد، ك اي كي ف كيف كهف. او تعملي زي ما هو عامل في المثال ده، تكتبي اخر ثلاث حروف متشابهين بالنسبة لحالة الماجيك اي، وهو يكتب الحرف اللي ناقص قدام زي مثلا حرف الاي والكي والاي. ممكن تمشي كلمة كيك، ممكن تمشي كلمة ليك، دي كلمات على الحالة التانية. اي بإضافة الواي، ب اي بي، د اي دي، س اي سي، ب اي بي. وطبعا خلاص عرفتوا ان الاي لما بيجي وراها واي بتنطق اي، طبعا كده الواي الحرف الاخير مش بينطق. وبرده هنا مثال هتكتبي له اخر حرفين الاي والاي، الاي والواي، ويكتب اول حرف ناقص زي بي، زي بي سي دي. الحاله الثالثه الاي لما بيجي وراها الاي بتنطق اي. هنقرا الكلمات دي، س اي سي ل سيل يبحر، سيل يبحر، م اي مي ل ميل. ودي اي هي القش او التبن ده، هي هي. هنا م اي مي. ممكن ترسمي كذا شكل وتقولي الكلمة، ولما هو يسمعها يبدأ يعمل السيركل على الكلمة الصحيحة. المثال ده برضو حلو جدا، هتكتبي له التو لتر كده جنب بعض الاي والاي، وهتحطي الحرف الكونسوننت اللي في الاول واللي في الاخر، يبدا هو يجمع الكلمه كلها مع بعض ويقراها. لو حطيت ال والاي والاي في النص والتي في الاخر هتبقى ليت. هنا برضو الان في الاول، الاي والاي في النص، ال في الاخر هتبقى نيل. كده خلصنا درس النهارده، وخدنا حالات نطق الاي لتر اي باللونج ساوند. اتمنى ان نكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه. هتوحشوني الفيديو اللي جاي. باي.